السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا في صحة جيدة. اليوم ان شاء الله جيتكم في فيديو جديد. فيديو اليوم راح نتعرفوا على الايفون 7 من شركة ابل. هذا الهاتف تم اصداره سنة 2016. راح نتعرفوا ان شاء الله اذا كان هذا الهاتف ممكن استعماله في سنة 2022 ولا لا. قبل كل شيء لازم نذكروا بشكل هذا الهاتف ونذكروا على بعض خصائص هذا الهاتف. أيوة، بالنسبة لمواصفات الجهاز وشكله الخارجي، كما ترون الجهاز أنيق جدا، وأيضا خامات صنعه ممتازة من المعدن والزجاج. كما ترون هناك الكثير أيضا من الألوان في هذا الجهاز. هناك اللون الأسود المطفي مثل هذه النسخة، وأيضا اللون الأسود اللماع. هناك الرمادي، وهناك أيضا الذهبي والأحمر، وهناك أيضا النسخة الوردية. من الأسفل نجد المنفذ الخاص بالشحن Lightning الخاص بشركة أبل. أيضا نجد هنا المنفذ الخاص بمكبر الصوت، ونجد أيضا الميكروفون الخاص بالمكالمات. من الأمام نجد مستشعر البصمة، وهو سريع جدا مع 3D Touch في الشاشة. الشاشة 4.7 إنش، وهي IPS LCD. هنا نجد أيضا السماعات الخاصة بالمكالمات والكاميرا الأمامية. من هذه الجهة نجد منفذ أو زر خفض ورفع الصوت مع زر خاص بوضع الصامت. من هذه الجهة نجد الزر الخاص بالباور. من الخلف نجد كاميرا والميكروفون الخاص بتسجيلات الفيديو مع فلاش للكاميرا، واللوجو الأنيق الخاص بشركة أبل. بالنسبة للمواصفات نجد كما ترون شاشة 4.7 إنش، وهي IPS LCD، ولكن ألوانها ممتازة وأيضا سطوحها جيد. بالنسبة للنسخ المتوفرة في هذا الجهاز توجد ثلاث نسخ: نسخة 32 جيجا، ونسخة 128 جيجا، وأيضا نسخة أخرى 256 جيجا. بالنسبة للكاميرات، الكاميرا الخلفية لهذا الجهاز وهي 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8، تؤدي أداء ممتاز، تعطيك صور ممتازة، تسجيلات الفيديو حتى 4K 30 إطار في الثانية. وبالنسبة للكاميرا الأمامية أيضا هي 7 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2، هي أيضا تؤدي أداء ممتاز. بالنسبة للمعالج الموجود في هذا الجهاز، وهو معالج الأديس من شركة أبل، يعطيك أداء لحد الآن أداء ممتاز في الألعاب، في التصفح، وأيضا في معالجة الصور في التصوير. إذا هاته باختصار كل خصائص هذا الجهاز. لا ننساو البطارية. البطارية هي 1970، أداءها متوسط نوعا ما. إذا بعد ما تعرفنا على خصائص الجهاز وتعرفنا على شكله الخارجي، تساؤل هو: هل هذا الجهاز ممكن استعماله في سنة 2022؟ الجواب هو نعم، لأن هذا الجهاز مدعوم من شركة أبل. بالنسبة للأبديت تجد أن هذا الجهاز لحد الآن كل التطبيقات تشتغل فيه بسلاسة. أيضا مع أن هذا الجهاز 2 جيجا من الرام، لكن مع نظام خاص بأبل الذي لا يستهلك الكثير من الرام، تجد أن هذا الجهاز يشتغل بكل سلاسة وبدون مشاكل وبدون أي تشنجات. أيضا من الأشياء الإيجابية في هذا الجهاز وهو كاميرته الخلفية التي تعطيك صور ممتازة جدا بدون شوائب. من الأشياء السيئة في هذا الجهاز وهو البطارية. أغلب الأجهزة الموجودة حاليا لهذا الجهاز يجب تغيير بطاريتها، أو تجد أن بطاريتها سيئة نوعا ما. البطارية لما تكون في حال جيدة، هذا الجهاز يصمد معك 5 ساعات في الفيديو، مستمر في الفيديو، يصمد معك في المكالمات إلى 7.5 ساعة في المكالمات. إذا رأيي الشخصي، أنا أحب كثيرا هذا الهاتف،
يعطيك أداء ممتاز مقارنة بالسعر الحالي. السعر الحالي للنسخة الصغيرة أو النسخة الأقل للنسخة 32 جيجا هو تقريبا 26 ألف دينار جزائري إلى 27 ألف دينار جزائري، يعني سعر ممتاز مقارنة بما يقدمه هذا الجهاز. إذا أنصح بهذا الجهاز للناس الذين يحبون التصوير ويحبون أيضا الثبات في النظام، حيث أن iOS النظام ثابت جدا وتطبيقات بدون تشنج. إذا هذا الجهاز يستحق الاقتناء في سنة 2022، خاصة للأشخاص الذين يريدون هاتف بكاميرا ممتازة وسعر مناسب جدا. إن شاء الله هنكون فدتكم في هذا الفيديو، وإن شاء الله هنكون وضحت لكم أو أعطيتكم نظرة سريعة لهذا الهاتف. وفي حلقات أخرى، والسلام عليكم.